المكتتبين لبرامج البيع بالإيجار 2001-2002 لوكالة عدل، حيث سيتم توفير الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية. عيسى تومي. تحضيرات حثيثة على مستوى وكالة عدل لاستقبال المكتتبين السابقين لبرامج البيع بالإيجار ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ويتعلق الأمر بالمكتتبين لسنتي 2001-2002 والذين لم يدفعوا بعد القسط الأول والمقدر ب10%، وسيتم تحديد المواعيد وفق التسلسل الزمني لإيداع الملفات الأولية. استبشرنا خير بالإجراءات الجديدة لقطاع السكن فيما يخص تحيين ملفات مكتتبي وكالة عدل لسنة 2001 وسنة 2002. دخل بشرى، دخل سرور في قلوب الآلاف تاع المواطنين. عملنا لهم ان شابيتو اللي يقدر يستقبل 200 حتى 400 مواطن في نهار. الامر البشري 60 موظف تاع وكاله عدل سيشرف على هذه العمليه. وتدعو وكاله عدل جميع المعنيين الى احترام المواعيد من اجل ضمان استقبال جيد وسير حسن للعمليه، في حين ينتظر المكتتبون السابقون والذين دفعوا ما ترتب عليهم من اقساط الاستفاده من سكناتهم. جينا نطالبوا بالحق ديالنا تاع السكن، بيسك رانا في وضعيه مزريه، لا بليبار كاع رانا كاريين، لا بليبار كاع راهم ساكنين عندهم ماليهم، كاين الناس اللي راهم برا. ترى الدراريه فيه 478 ساكن. في هاد 478 ساكن 131 راهم جاهزين. راني في اتصال مع لي زاسوسياسيون هادو تاعهم كيفاش نلقاو الحل، كيفاش نقدروا نوزعوهم في احسن ما يرام. وفيما يتعلق باقتناء السكنات، أبقت وكالة عدل على نفس شروط البرنامج الأول، ولكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة. وفي إطار القضاء على السكن الهش، تم أمس بقسنطينة إعادة إسكان 750 عائلة في سكنات لائقة، وذلك بالمدينة الجديدة علي